Salut mes élèves de la troisième année secondaire, comment allez-vous? أهلا بكم كل طلابي في ثالثة ثانوي، أتمنى أن تكونوا ذاكرتوا كلمات الدرس الأول لأن كان في شرح الرياضات بأماكنها وأدواتها، عشان النهاردة إن شاء الله هناخد أهم المواقف اللي بتيجي على الدرس الأول. يلا نبدأ. هنبدأ يا ولاد مع أول سؤال. السؤال الأول: votre ami vous demande où on pratique le kitesurf. vous dites. هنا صديقك بيسألك أين نمارس رياضة ركوب الأمواج. في عندي ثلاث اختيارات: سيغ لتغا ولا أستاد ولا سيغ لامير. طبعا هنا أولاد حقلنا للستياسيو دي هتوقف على حفظنا لكلمات الدرس الأول للرياضات وأماكنها وأدواتها. هنا رياضة الكيت سيرف يا أولاد حيمارسها فين؟ صيغ لتغة في الملعب طبعا نو، أستاد في الاستاد لا، صيغ لامير على البحر طبعا دي هي الإجابة الصحيحة يا أولاد نمروسي. السؤال اللي بعده: vous demandez à votre ami l'heure du match. il dit. هنا انت بتسأل زميلك عن ميعاد الماتش، هنا هو اللي هيجاوب. il dit هيقول لك وي لي ماتش. لا طبعا وي لي ماتش يعني اين يكون الماتش، هنا بيسأل عن مكان. اكيلير اي لي ماتش دي هتقولها لو انت اللي هتسأل. هنا بنقول لي ماتش كومونس ا سيتير دي سوار، الماتش حيبدأ الساعة 7 مساء. طبعا هي دي ولاد إجابة الصحيحة لأن هنا هو اللي حيجاوب، حيقول إمتى حيبدأ الماتش، يبقى إجابة نمروسي هي الإجابة الصحيحة. المثال اللي بعده: vos amis veulent jouer au badminton. vous les غديت. أصدقائك عايزين يلعبوا كرة تنس الريشة، هتقول لهم إيه؟ vous avez besoin d'un maillot de bain ولا vous devez apporter des raquettes et un volant ولا on va à la piscine. طبعا هنا يا أولاد عايزين يلعبوا تنس الريشة هنختار إيه يا جماعة؟ طبعا التانية. هنقول لهم انتوا لازم يكون معاكم دي راكيت يعني مضربين و انفولا اللي هي الكرة بتاعت تنس الريشة، طبعا ما تنفعش الاولى والاخيرة خالص. بعد كده النمرة اللي بعدها: بور اكسبريمي فوتغامي سي اللي كاراتي، عشان تعبر عن رأيك. طبعا هنا يا ولاد افي افي معناها رأي، عشان نعبر عن رأيي في لعبة الكاراتيه هنقول ايه يا ولاد؟ سي ان سبور فيولا، انها رياضة عنيفة، ولا سي سبور سي براتيك دالو، هي رياضة بنمارسها في الماء كلمة لو اللي هي الماء، ولا ان بورت ان كيمينو بنرتدي بدلة الكاراتيه. ايوه صح احنا بنرتدي بدلة الكاراتيه، لكن هنا يا ولاد ما سألنيش هو انا برتدي ايه، ده هو سألني عن رأيي، يبقى الاجابة الصح هتكون الاولى انها رياضة عنيفة. السؤال اللي بعده: vous demandez à votre père c'est quel arbitre fait pour terminer le match. il dit. هنا يا ولاد هنا انت بتسأل والدك بتقول له الاربيتر الحكم بيعمل ايه بور ترميني، ترميني يعني ينهي لي ماتش، عشان ينهي الماتش حيعمل ايه الحكم يا ولاد؟ ايه لانس انفولا، هو حيلقي الكرة. طبعا هنا فيرب لانسي يا ولاد معناه يلقي الكرة. الافعال الجديدة هكتبها لكم في اخر الفيديو في الكلمات الجديدة. ولا إيل بورت عن كيمينو حيرتدي بدلة الكاراتيه، ولا إيل سيفلا حيصفر. طبعا هنا يا أولاد تبقى الإجابة سهلة جدا لو أنا حافظ الكلمات وترجمتهم واحدة واحدة، يبقى الأمر بسيط خالص، بيعمل الحكم عشان ينهي المباراة حيصفر بس كده. السؤال اللي بعده بيقول لنا: فوسيتي تغواسبور كولكتيف. فوديت. عايزين نعدد او نذكر ثلاث انواع من الرياضة يا اولاد: الجماعية لعبة الفريق اللي بنحتاج فيها لفريق،
حتنفع لتنس لناتاسيو إلي كاراتي ولا لفوت لباسكت إلي أندي بول ولا لإسكالاد لجودو إلي كاراتي. طبعا الألعاب اللي بتحتاج لفريق واضحة جدا، وإحنا خدناها يا ولاد برضو في الفيديو الأولاني. طبعا حنختار نمروبي كرة القدم والباسكت والأندي بول. السؤال اللي بعده، فو بارلي دي رول دانترينير فو ديت. هنا انت بتتكلم عن دور المدرب. كلمة رول يا ولاد يعني دور، دور المدرب هنا ايه؟ المت الاستراتيجي دي جي دين اكيب، هل هو بيضع خطط اللعب الفريق ولا ايه؟ الكنترول ان ماتش بيحكم الماتش ولا ايه؟ المارك دي بيت بيسجل الاهداف. طبعا برضو خدناها في الفيديو الاولاني يا ولاد ان هو بيعمل ايه، لانترينير بيضع خطة اللعب. السؤال اللي بعده، فو ديكريفي فوتر انترينير فو ديت. انت هنا بتصف، ديكريفي فيرب ديكرير بتصف المدرب بتاعك، هتقول عليه الفي دي فوت الي سامبا ايه اغدنه ولا ان امبالي فوت. طبعا هنا ولاد انا بصف المدرب بتاعي بقول عليه ان هو، طبعا الصفات اللي احنا خدناها في سنة اولى سمبا اغدني منظم ولطيف، لكن ما تنفعش الاولى هو بيمارس كرة القدم. انا هنا مش بصفه، انا بقول هنا هو بيمارس ايه، ولا الاخيرة ان امبالي سبورت ما بيحبش الرياضة، لكن هنا انا بقول بصفه بقول عليه ان هو منظم ولطيف. السؤال اللي بعده، ودي ماندي ا انكوبا او ام فا بور فير دي لا ناتاسيون ايل فو ديت. هنا يا اولاد انت بتسال زميلك بتقول له هنروح فين عشان نمارس لا ناتاسيون السباحه، هو حيرد عليك بقى يقول لك فين، على مونتاني ولا على كامباني ولا على مير. طبعا كل دي اماكن رياضات خدناها يا اولاد، احنا هنمارس السباحة مش على الجبل ولا في الريف، لكن فين؟ على مير. يبقى الاجابة نمروسي هي الاجابة الصحيحة. المثال اللي بعده، ودي ماندي انا مي سونيكي بريفيري. انت بتسأل زميلك عن فريقه المفضل ايل دي، يبقى مين هنا يا اولاد اللي حيتكلم؟ هو حيجاوب ايل دي، حيقول كيل اكيب انكوراجي فو، ما هو الفريق الذي انت تشجعه؟ انكوراجي فيرب انكوراجي يشجع. بور كيل اكيب جوي فو، في اي فريق انت بتلعب، ولا حيقول جي انكوراج لكليب ليفر بول. طيب هنا يا اولاد لو فهمنا راس السؤال حنستريح خالص. انت هنا سالت زميلك هو ما هو فريقه المفضل، هنا هو بيجاوب ما حيقول لي نمروسين، طبعا انا بشجع فريق ليفربول. المثال اللي بعده، فوترامي فو ديمان سيكي الفو بور فير دي فوتبول فو ديت. هنا صديقك بيسألك احنا يلزمنا ايه عشان نمارس الفوتبول، هترد عليه تقول له الفو امبالو ولا الفو ان راكت ولا الفو ان كورد. طبعا ادوات المستخدمة في الفوتبول هنختار ايه يا اولاد؟ اول واحدة احنا محتاجين هنا كرة كبيرة، مش محتاجين المضرب ولا الحبل. السؤال اللي بعده، فوترامي فو ديمان دي كي غاردو لبيت فو ديت. هنا صديقك بيسألك مين بيحرس المرمى؟ الشخصيات يا ولاد، الشخصيات اللي خدناها وركزنا عليها، لاربيتر الحكم ولا سي لانترينير المدرب ولا سي لي غارديان دي بيت. طبعا إجابة نمروسي حارس المرمى. السؤال اللي بعده، بور دي ماندي افوتر فرير لي ريزالتا دي ماتش. هنا انت بتسأل اخوك عن نتيجة الماتش. كلمة لي ريزلتا يا ولاد يعني نتيجة، بنضمها لحصيلة الكلمات بتاعتنا. انت هتقول له ايه؟ عايز تسأله عن نتيجة الماتش، انهي واحدة من الثلاثة تنفع يا ولاد؟ نلقي نظرة سريعة يلا عليهم.
طبعا سمع واحد بيقول لي الأولى كلي لي ريزلتا دي ماتش، لأن أنا هنا بسأل عن نتيجة الماتش، إيه نتيجة الماتش؟ متنفعش التانية ولا التالتة؟ السؤال اللي بعده، Vous parlez de l'objet nécessaire pour faire des VTT. Vous dites. هنا يا أولاد أنت بتتكلم عن الشيء اللي هو necessaire يعني ضروري. Pour faire عشان أمارس رياضة ال VTT اللي هي يا أولاد ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة، وقلنا إن هي من الرياضات الفيولان الدانجيري. محتاجين ايه يا اولاد عشان نمارس رياضة ركوب الدراجات في الاماكن الوعرة؟ جي بزوان دي فيلو، ولا الفو ان راكت، ولا الفو افواغ ان كورد اي ان كاسك. طبعا اجابة الصحيحة يا اولاد حنكون محتاجين لدراجة. السؤال اللي بعده، Vous demandez à votre copain quelle activité sportive il préfère. Il dit. انت هنا بتسأل صديقك او زميلك بتقول له ايه الرياضة اللي انت بتفضلها. Activité sportive اللي هو النشاط الرياضي. هيرد عليه يقول لك Je préfère les maths. طبعا هنا ما تنفعش مات اللي هي مادة الرياضيات، دي مادة. Je ne fais pas de sport extreme. انا مش بمارس رياضات خطيرة. ولا جي براتيك لا ناتاسيون، طبعا هنا انا بمارس لعبة السباحة، هي الاجابة الصحيحة. votre ami vous demande la tenue de la natation. vous dites. اصدقائك هنا بيسألوك عن الملبس المخصص للسباحة، هترد تقول لا ناتاسيون سي براتيك افيك ان مايو دي با، ولا لا ناتاسيون اي مو سبور دو بريفري، ولا جو في دي لا ناتاسيون على بيسين. طبعا هنا الاجابه الاولى هي طبعا يا اولاد اللي هي ان احنا بنشن نمارس السباحه لازم يكون عندنا ان مايو دي با اللي هو مايو السباحه. السؤال اللي بعده، فوز لي جوي ان ماتش امبورطان. فو ديت، انت رايح تلعب ماتش مهم جدا، فحتقول Mon combat est un match très important. Voilà, je dois m'entraîner beaucoup. Voilà, je vais au stade pour regarder les matchs. طبعا هنا يا اولاد حتكون الاجابة الصحيحة نمرو ب اللي هي je dois m'entraîner beaucoup، يعني ان انا لازم اتدرب كتير، لازم ادرب نفسي كتير طبعا عشان انا عندي ماتش تقيز بقطع مهم جدا، يبقى هتبقى الاجابة نمرو ب. السؤال اللي بعده، pour inciter vos copains à faire du sport. vous dites. عشان هنا اولاد تحس زمايلك على ممارسة الرياضة، هتقول لهم mes copains je vous aime beaucoup. ولا le sport c'est utile pour la santé. ولا faire du sport c'est nul. طبعا هنا اولاد الاجابة الصحيحة نمرو بين، وبيقول لهم الرياضة مفيدة جدا للصحة. السؤال اللي بعده، votre ami vous demande de qui on a besoin pour apprendre le ski. هنا زمالك بيسألوا de qui يعني الى من احنا محتاجين عشان نتعلم لو سكي، عشان نتعلم رياضة السحلق على الجليد. هل احنا محتاجين on a besoin d'un arbitre، ولا on a besoin d'un entraîneur، ولا on a besoin d'un moniteur. طبعا هنا الإجابة الصحيحة يا أولاد آخر واحدة اللي هي إحنا محتاجين ل un moniteur، ده مدرب التزحلق على الجليد. كلمة مهمة يا أولاد هنكتبها لكم برضو في آخر الفيديو في الفوكابلير الكلمات الجديدة. طبعا ما ينفعش الحكم ولا المدرب، انترينير اللي هو مدرب كرة القدم، لكن مونيتور اللي هو مدرب لسكي. المثال اللي بعده، vous demandez à votre ami où il fait du tennis. هنا بتسأل زميلك هو بيمارس فين التنس. il dit à la plage.
في البلاج على الشاطئ، ولا ضلغي في الشارع، ولا سيغ ليكور؟ طبعا هنا اولاد التنس، طبعا اللي حضر معانا الفيديو الاولاني هيعرف ان التنس يا اولاد ليه ملعب خاص اسمه سير ليكور، ده اللي بنسميه ملعب التنس. بقى نختار اجابه نمرو سي. السؤال اللي بعده، فوتر كوبا فو ديماند بوركوا فو زالي او جيمناز فو ديت. هنا زميلك بيسألك انت ليه بتروح الجيمناز، صالة الالعاب الرياضية، هترد عليه تقول له ايه؟ بور فير دي لاسكالاد، بور فير دي باسكت، بور فير دي فوتبول. الرياضة اللي من دول يا ولاد ينفع نمارسها في الجيمناز. طبعا احنا خدنا الرياضات بانواعها واماكنها، يبقى هنا هنختار على طول نمرو بي. طبعا هنمارس كرة الباسكت، ما ينفعش طبعا الاسكالاد، تسلق الجبال طبعا لازم يكون في جبل، والفوتبول طبعا صيغ لتقع. كده بنعمل مراجعات سريعة. برضو المثال اللي بعده، votre cuba si un fort merci le nombre de joueurs de l'équipe de football. صديقك هنا بيسألك عن عدد لعيبة الفريق بتاعت كرة القدم، هترد تقول 60 équipe de 11 joueurs. Le football se joue avec un ballon. 60 équipe de 5 joueurs. طبعا هنا بيسألني عن عدد لعيبة الفريق، هرد على طول أقول أول واحدة. الإجابة الصحيحة نمرو آ. طبعا هو فريق مكون من 11 لاعب. المثال اللي بعده، فو بغلي دو جوار دي نيكيب. انت هنا بتتكلم عن اللعيبة بتوع الفريق، شفت كده ماتش فبتتكلم عن اللاعبين فيه، بتقول ايه؟ لي ماتش فا كومونسي دان 5 مينيت. الماتش هيبدأ خلال 5 دقايق. هنا ما سألنيش عن موعد بدء الماتش فدي ما تنفعش. جي في ريغاردي لي ماتش على تيلي، انا هشاهد الماتش في التلفزيون، وما سألنيش انا هشاهد الماتش فين. إل باس فيت لي بالون. هنا دي نمروسي هي الإجابة الصحيحة. اللعيبة دول مالهم يا ولاد؟ إل باس فيت لي بالون يعني بيمرروا الكرة بسرعة. فرب بسي برضو هنكتبها لكم في آخر الفيديو في الكلمات الجديدة. المثال اللي بعده، فو سيتي دي سبور كي سي جو على مونتاني فو ديت. هنا حنذكر أنواع رياضات ممكن نمارسها على الجبل، لسكالاد لسكي لي فيتيتي، ولا لي فوت لي تونيس لا مارش، ولا لناتاسيون لسكي لسكالاد. طبعا هنا من الواضح جدا يا ولاد الإجابة الصحيحة هي أول واحدة، حنمارس على الجبل تسلق جبال لسكي التزحلق على الجليد، وحنضيف لهم كمان رياضة اللي هي ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة. السؤال اللي بعده، أنا مي تغوف فوتر راكيت فو ديت. صديقك وجد المضرب، هتقول له ايه؟ سي تا راكيت؟ نو. إلي لوي؟ نو. هنقول له طبعا ميرسي لا راكيت اي اموا، لانه هو مضربي انا، اشكرك لانه هو مضربي. اللي بعده، فو فو انفورمي سيغ لا ديغي دي لانتيغينيمو فو ديت. هنا انت بتستعلم بتسأل عن مدة التمرين لا ديغي، هنقول او تي انترين تي، ولا كا تي انترين تي، ولا كومبيان دير ان تي انترين تي. طبعا هنا الإجابة الأخيرة اللي هي كم عدد الساعات اللي انت بتتدرب فيها. السؤال اللي بعده، فو بارلي دي نومبر دي جواغ دي ليكيب دي باسكت فو ديت. هنا انت بتستعلم عن الرقم، بسأل عن رقم يا ولاد، طالما بسأل عن رقم دايما بقول ايه كومبيان دي، يبقى هنا هنقول ايه اول واحدة كومبيان دي جواغ اليان عالوكيب دي باسكت، ولا انو كيب دي فوت سي كومبوز دي اونز جواغ، ولا سي سبور سي جو بار سي جوير. هنا انا بسأل، يبقى هنا هنختار الاولى يا ولاد، كم عدد اللعيبة في فريق الباسكت. ودلوقتي يا ولاد هنقول لكم اهم الفوكابيلير اللي مرت علينا في المواقف.
لانسي يلقي، أتربي يمسك أو يلتقط، غني وبيردر فعلين عكس بعض، غني يعني يفوز وبيردر يعني يخسر، سيبورتي وإنكوراجي فعلين هما الاثنين بمعنى واحد يشجع، ماركي يسجل هدف، سوتي يقفز، كورير يجري، تيغي يصوب أو يسدد هدف، أن مونيتير مدرب برياضة التزحلق على الجليد، أن فوتبولير لاعب كرة القدم، أن بوكسير لاعب الملاكمة. عندي فيرب باسي يمرر الكرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى أن تكونوا استفدتوا من الفيديو، سجلوا واحفظوا وحبوا اللي بتعملوه عشان تنجحوا فيه، اعملوا اشتراك ولايك للقناة عشان يوصلكم كل جديد. أوفاق.